شو دخل هذا الأمر بحديث الغدير؟ تفضل حسين السني. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك شيخ وعد، شلونك؟ حياك الله حبيبنا، أهلا وسهلا بك. حياك الله وسهلك. الموضوع طبعا حسب ما نشوفه عن الغدير. ما كنت تسمع؟ أنا كنت أسمع. كنت أسمع زين. أي بس هو الموضوع حول غدير قم وتنصيب الإمام علي خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشرح لنا الغدير، شنو اللي صار في الغدير؟ تفضل. شيخ وعد، طبعا الموضوع كلش متشعب وطويل، بس راح احكي باختصار. يا ريت يعني يكون بيني وبينك كلام بس مو طويل، يعني تاخذ يكون افضل حتى نفهم الموضوع احسن. يعني هو بس سؤال شيخ، شيخ وعد بس سؤال بالنسبه لتنصيب الامام علي في غدير خم، هل هو تنصيب إلهي أم تنصيب من الرسول؟ الآن أنت اشرح لنا شنو اللي صار بالغدير وبعدين اسألنا. اللي صار صح أنا أقول لك يا شيخ وعد بشكل مختصر، أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، فمن رجع من الحجة مع أصحابه بالطريق ارتاحوا في منطقة اسمها غدير يعني ماء خم أو غدير خم، منطقة استراحة. طيب، فصار بعض الجدل بين أصحاب بعض أصحاب النبي وبين الإمام علي عليه السلام حول قضية حصلت في اليمن. يعني ما أريد ندخل فيها تفاصيل. فالنبي لا 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 لحظة، أنت تسولف لي ألف ليلة وليلة، أريد مصدر هذا الكلام وأريد التفاصيل. يعني إحنا هاي القضية لا شوفها الحين البرنامج. لا تقول لي ما أريد، أنا أريد. سؤال محدد. لا أنت ما تعطيني أجاب. يا أخي لا. يعني لحظة. بس سؤال. يعني. سؤال. الله أكبر يا رب. أسأل. ليش ما خلني أسأل؟ بس سؤال. تفضل. ليش ما تجاوبني تاع السؤال هذا؟ سؤال يعني والله العظيم يحتاج نص دقيقة جواب. قول. يعني خلافة علي بن أبي طالب في ذلك الوقت في غدير خم، هي مو خلافة لو أنا غلطان، يعني تنصيب الإمام علي خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخلافة هو أصل من أصول الدين لو فرع من فروع الدين؟ شنو يعني أصل من أصول الدين؟ شنو يعني؟ هسه عندكم أنتم الشيعة وعندنا، هنالك أصول في الدين وهناك فروع في الدين. لا ما لا لا لا، أنتم ما عندكم أصول وفروع، تتخبطون في هذا المسألة. عندنا أركان، هو الاسم يختلف بس أركان الدين، وعندنا فروع الدين. كم لحظة، كم أصل عندكم ما دام تقول هل الإمام أصل؟ احنا نسميها اركان مو اصول، اركان الامامه. هل الامامه بس موضوعنا الامامه اصل عندكم؟ اي امامه اصل. الامامه لا ما لها اي وجود اصلا، لا هو اصل ولا هو فرع. زين، اذا انا جبت لك الان علمائك يقولون للامامه اصل، امامه منو؟ امامه علي بن ابي طالب عليه السلام قصدك؟ يعني لا اخي خلافه النبي صلى الله عليه واله، امامه المسلمين، هل هذه عندك من أصل الأصول ومن أعظم الواجبات في الدين أو لا؟ لا، أنت سرحت على شرقت يا شيخ وعد. أنا إذا أقول لك أركان الإيمان، أركان الإيمان مثل ما ذكر يا بالله عليك شنو شرقت؟ إحنا نتكلم، أنت تقول أنت سألتني أصول. اسمعني، هدوء. أنت قلت لي، أنت ما تكلمت بغدير خم، سألتني سؤال، قلت لي هل الإمامة هل الإمامة نعم هل إمامة علي في غدير خم أصل من الأصول؟ فأنا سألتك قلت لك إيش تعني بالأصول، أنت تقول عندنا وعندكم، فقلت لك الإمامة، إذن قر معي أن الإمامة عندكم أصل من الأصول، تقر ولا لا؟ فما خرجتنا عن الموضوع. يعني عندنا أنه خلافة علي بن أبي طالب أصل من أصول الدين، قصدك هذا الشيء؟ يا عم انت تتركنا الان الامامه بصوره عامه. موضوعنا خلافه امير المؤمنين. خلافه ابي بكر وعمر وعثمان بدون علي بن ابي طالب، خلي علي بن ابي طالب للشيعة، خلافه ابو بكر وعمر وعثمان، هل هي من اعظم واجبات الدين او لا؟ هي من واجبات الدين بس مو من اعظم واجبات الدين. زين، اللي يقول انها اللي يقول انها من اعظم واجبات الدين شنو حكمه؟ تفضل جيب لي منين شو قول لي وانا اقول لك شو تحكم عليه. اقول لك
هذا اللي قال انه هذه من اعظم واجبات الدين، ماذا تحكم عليه؟ انا ما احاكم، انا ما احكم على شخص، انا ما احكم على شخص، انا ما عندي ذيك الخبره او القدره حتى احكم على شخص. طيب حاضر 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 حاضر، الان اجيب لك، الان اجيب لك، لحظه لحظه، الان انا اجيب لك من الذي قال هذا القول. حي الله سيدنا الحبيب سيد ميثم. الان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف اخونا الذي قال هذا القول هو شيخ الإسلام عندكم ابن تيمية. ابن تيمية يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا كتاب أمامك على الشاشة إن شاء الله أضعه، اقرأه. شوف هذا شو اسم الكتاب، شو اسم الكتاب هذا، شو اسم الكتاب حسين؟ شيخ وعد وياي. شو اسم الكتاب هذا، شو اسمه؟ بس عرض على الشاشة حتى اشوفه. اسمه مجموعة الفتاوى. احسنت، هذا مجموع الفتاوى لابن تيمية. لابن تيمية. شوف ماذا يقول، انا اضعه على الشاشة. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اخواني هذا كتاب مجموعة الفتاوى لابن تيمية لشيخ الإسلام، وهنا أنا أقرأ بالطبعة المحققة، الطبعة المحققة بعامر الجزار وأنور الباز، طبعته دار ابن حزم. يقول في الصفحة 216 أمامكم على الشاشة، حرسكم الله تبارك وتعالى، يقول سمعوا يا أخواني الله يحميكم من كل سوء وجزاكم الله خير الجزاء. يقول يجب أن يعرف، يجب أن يعرف، واجب عليك وعلى كل واحد، يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين، يعني ما في دين لا قيام للدين ولا للدنيا، يعني ما في لا دين ولا دنيا إلا بها، إلا بها. يلا تفضل، هل هذا شيعي؟ أجاوب؟ أي جاوب يا شيخ وعد. أنت خلطت الأمر بين واجبات الدين وأركان الدين، أنا عرفت راح توصل هاي المرحلة. أنا قلت لك أركان الدين مو واجبات الدين، واجبات الدين كثيرة كثيرة جدا، مو بس خلافة هو قال هو قال اسمع ما قال لا قيام للدين، كل الدين قال. شوف 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 يقول لا قيام للدين. أشوف هذا يعني لا يوجد. ما قلت لك واجبات الدين. اسمع اسمع الآن، هل واجبات الدين بأركان الدين؟ اسمع، هل أركان الدين من الدين؟ أركان الدين ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. هل هي من الدين؟ هل هي من الدين؟ هل هي تعتبر دين؟ هل تعتبر دينا؟ هل تعتبر دينا؟ أركان الإسلام تعتبر دينا؟ أركان الإسلام تعتبر دينا ولا لا؟ أركان الإسلام مو أركان الإيمان، أنت خلطت بين أركان. هل أركان الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإسلام هل تعتبر دينا؟ جاوب. بس دقيقة. الله أكبر. ما يريد يجاوب، ليش؟ لأن إذا قال أركان الإسلام تعتبر دينا، فابن تيمية يقول لا قيامة للأركان إلا بالإمامة. شوف إخواني الآن هو محصور. أعيد له السؤال، هل أركان الإسلام دينا؟ أركان الإسلام دين عادي، يعني ما قال لك هو. أحسنت، إذن الآن ابن تيمية يقول لا قيام لهذه الأركان، بل هي الدين، يقول اللي أنت قلت إنها دين، لا قيام للأركان، كل هذه الأركان إلا بالإمامة، ماذا تقول؟ أركان الإيمان موجودة بالقرآن الكريم، أتحداك إذا تقول لي اقرأها، لأن تعرف ما بها الخلافة، ما بها الإمامة. أتحداك إذا تقول لي أمام الشيعة والسنة اقرأها وينها بالقرآن، ماكو ضمن هاي أركان الدين اللي بالقرآن الكريم خلافة أو إمامة. أتحداك إذا تجيب لي آية من القرآن الكريم تكلم قل لي هاي الإمامة أو الخلافة ركن من أركان الإيمان، أتحداك. زين لحظة،
من الذي قال أنه هذه أركان إيمان وغير إيمان؟ من؟ شنو من قال؟ أركان الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وين الإمامة هنا؟ طلع لي إياها. لحظة، هدو. هذه الآية هي الحجة على أن هذه أركان الدين دون غيرها؟ كيف يعني؟ أنت تقول أركان الدين، من وين أخذتها؟ أخذتها من هاي الآية. أركان الإيمان موجودة بالقرآن الكريم. اقرأها. موجودة. الله عز وجل أمرنا بأن اقرأها. اقرأها. شنو هي؟ عددها وقرأها. تفضل. عددها مرة أخرى. صار تدلل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، هذه واحد. وملائكته وكتبه زين. ورسوله واليوم الآخر. هذه أركان الإيمان. لحظة، هدو. هذه أركان الإيمان بالإمامة. لحظة، هدو. أنت الآن قرأت الأمر، تقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أنا أريد أن أناقشك، كمل الآية وبعدين أناقشك. تفضل. أكمل الآية؟ أي نطلع لك الآية. القرآن المصحف ما موجود عندي. زين، أنت الآية الآن قلت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، صح؟ ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي آية أخرى، طبعا آيات كثيرة. لا، خلينا لحظة لحظة. أنت قلت لا تعبر يا رجل، والله عيب عليكم. أنت من تجيب آية بابا، من تجيب آية. خلينا بالآية يا رجل، خلينا بنفس الآية. أنا ما عبر. طيب أنا ما عبر. الآن هل التي ذكرتها أنت هل هي في هذه الآية فقط ولا يوجد أشياء بعد؟ أي أشياء قصدك يعني؟ أنت مو قلت الإيمان بالله والملائكة والرسل واليوم الآخر؟ هذه فقط أركان الإيمان؟ هذه أركان الإيمان ولا في أشياء بعد أكثر؟ في أشياء بعد. يلا قول. أولا إيمان بالله والملائكة اثنين ورسوله زين، وكتبه زين، واليوم الآخر زين. طيب، وهذا اللي يحضرني بصراحة هذا اللي يحضرني. زين، عندك إضافة؟ قول. زين، أنت مو جبت الآية داري. الآية هي نفسها اللي جئت بها، يقول وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والموفون بعد. هذه أركان ولا مو أركان؟ هذه ما بيها كلمة إيمان. الإيمان بس مقترن بالله وملائكته وكتبه ورسله من الآخر. يعني أنت ما مؤمن أن الصلاة حق من الله؟ حق، بس مو ركن من أركان الإيمان. هذا الركن من أركان الإسلام. لا 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 أقف. لا لحظة، أنا ما أريد هذه المحفوظة اللي أنتم محافظين عليك. إحنا هذا برنامجنا. لحظة. أنت الآن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو الذي قال لك هذا الكلام، ولا من وين جبت هذا الكلام إنه ما قال إلا إيمان فيها؟ من قال هذا الكلام؟ طين المسجد في كتبنا موجود. اي جيب، اقرا لي بسند صحيح عن النبي. انا اجيب لك اسئله الكتب يا شيخ وعد. انا ما عندي مكتبه هنا، انا قاعد عم التلفاز. يا اخي والله يكذبون عليكم يا اخونا حسين اقسم بالله يكذبون عليكم. ومع هذا سألزمك بما اعترفت، انت سألزمك بما اعترفت. لكن اردت ان ابين. لحظه هدوء. اردت ان ابين لكم أن هؤلاء يحفظون أركان الإيمان، أركان الإسلام، ومعرفة إيش محفظيهم إياه، وعندما تخضه يطلع ما يعرف كل شيء. ومع هذا سألزمه بما التزم به. شوف الشيعي كم قوي، سألزمه بما التزم به. الآن الإيمان بالله وبالرسول، هل الإيمان بالله وبالرسول يستوجب أن تتعبد الله بما قال الله وقال الرسول، نعم أو لا؟ أكيد واجب. لا أحسن. إذا النبي قال أن أبا بكر خليفة، إذا هذا صار ركن، لأنه كلام النبي واجب علينا، صار ركنا علينا الالتزام بكلام النبي، صح؟ لا، صار واجب علينا. واجب. هناك أركان، هناك واجبات، هناك مستحبات. أوقف فرق لي بين الواجب والركن. تفضل.
أركان الإيمان الله عز وجل ذكرها مثل إيمان بالله، يعني اللي ما يؤمن بالله عز وجل هذا كافر قطعا ما بها أي مجال. أي واللي لا 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 واللي أصبر واللي ما يؤمن بوجوب الصلاة مسلم ولا كافر؟ ما يؤمن بوجوب الصلاة؟ إيه معنى هذا كافر لأنه ما يؤمن بالله. خلاص إذا أنت ناقضت نفسك صار الإيمان مثل الواجب، هذا برفضه يكفر وهذا برفضه يكفر. يا أهل السنة يا أهل السنة والله خدعوكم، هؤلاء ما يعرفون فقط محفوظة أركان الإيمان أركان الإسلام واجبات. زين تفضل عرف لي الواجب تفضل. هسه أنت ما جاوبتني على سؤالي، أنا سألت سؤال وانت يا باللف والدوران. أنت مو أنت اللي جاء لا حول ولا قوة إلا زين. الآن شوف يعني الوقت كله شوف شلون ورطتك أنا الآن في أمر أنت اعتقدت أنه وصل. الآن اسألني سؤال مباشر لا تظل تمتحني. لا شوف حسين أخونا حسين، إذا تظل تريد تأسس على سؤال وتمتحني ترى أنا أشطر منك بألف مرة، أنا هذا شغلي. فأنت أسأل سؤالك وأنا أجاوبك مباشرة بدون هل تعتبر أن الإمامة من الأصول وتريد تصير تتذاكى علي. أنت تفضل أسأل سؤالك وأنا أسكت ورحب. أما تريد توقعني وتعتقد أنه أنت ذكي وتريد توقعني فغيرك كان أشطر. تفضل أسألني السؤال يا شيخ وعد. شوف بدي أقول لك إن شاء الله إحنا ما جهنا بحرب أو النزال، لا بالعكس تستفاد. تفضل يا شيخ وعد. الله عز وجل الله عز وجل ذكر جميع أمور اللي وجب علينا الإيمان بها. زين. ذكر الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وين ذكر الإيمان بالإمامة؟ يا أخي طلع لي آية قل لي الله قال آمن بالإمامة أو آمن بخلافة علي خلاص أنت يا أخي. خلافة داود النبي ذكرها، خلافة آدم عليه السلام ذكرها، خلافة يعني ذو القرنين ذكرها، النبي خلافة علي وينها بالقرآن؟ النبي 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 قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الأربعة ذولا. إيه النبي قال أي نؤمن بها ولا ما نؤمن؟ يعني أنت تؤمن بهذا الحديث؟ تؤمن صالح؟ لا هو إلزام هو مو قال وين ذكره. الآن أنا لبست إياه. شوفوا إخواني الآن يقول أنت تؤمن يريد يهرب من الموضوع. أنت تقول وين ذكره؟ الله قال ما أتاكم الرسول فخذوه والنبي أتانا قال عليكم بسنة هؤلاء الأربعة. يلا شو تقول؟ هذا حديثنا إحنا مو حديثك أنت صح ولا غلط. حديثنا أنا الآن أناقش سني ولا أناقش شيعي؟ أنا عندنا شوف عندنا سأثبت هذا الأمر من كتبكم وكتبنا. شوف إخواني شلون يهربون من الموضوع. لما لبست إياه قال هذا عندنا. طب أنا ناقشك عندك يصير تقبل إنه أجيب لك من كتبنا أمس أنا قرأت سأقرأ من كتبنا ومن كتبكم مو تقول هذا عندنا. يلا الآن عند الشيعة ما أريد عندكم أريد عند الشيعة. ما دام أنت تنازلت وكتبك تشعر أنها محرجة عند الشيعة هذا كتاب عيون أخبار الرضا. هذا كتاب عيون أخبار الرضا يقول في عيون أخبار الرضا. شوف إخوان أنا جبت له من كتابه قال أنت تؤمن انسحب. الآن نجي من كتب الشيعة وحق لشيعة أهل البيت أن يفخروا بإخوتهم. هذا كتاب عيون أخبار الرضا يقول النبي صلى الله عليه وآله ويقول الإمام عليه السلام سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. من العترة؟ قال أنا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين عليه السلام تاسعهم مهديهم. يلا هذه من كتب الشيعة. ومن كتب الشيعة أيضا من كتب الشيعة أيضا من كتب الشيعة الآن أمطرك بما ذكره الشيعة أعلى الله برهانهم. يقول من كتب الشيعة أيضا في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام قال منا 12 مهديا أولهم أمير المؤمنين عليه السلام وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق يحيي الله إلى آخره. هذا من كتب الشيعة
أعلى الله برهانهم. هذا هذا المصدر الأول. ومن كتب الشيعة أعلى الله برهانهم ذكر 70 منقبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنه باب العلم، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله بلا نزاع. حتى ما أطيل، هذا الكتاب أمامكم، وهذه 70 منقبة لم يشركوا فيه من أمتكم على الإطلاق أحد، وأنه هو الخليفة الحق سلام الله عليه. ومن كتب الشيعة أعلى الله برهانهم قال في كتاب الكافي وفي قرب الإسناد وفي ثواب الأعمال، وأنا الآن أقرأ لك من كتاب الكافي، هذا كتاب الكافي، أنهم هم الشهداء على الناس، وهم الذين أوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم. هذا أمامكم في كتاب الكافي. ومن كتب السنة بنفس الموضوع، اللهم صل على محمد، شوفوا إخواني الشيعي يستخرج الكتب ويريكم هذه الكتب. هذا كتاب صحيح مسلم ب اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا كتاب صحيح مسلم. صحيح مسلم إخواني أمامكم على الشاشة، حرسكم الله تبارك وتعالى. صحيح مسلم الإمام مسلم الحجاج مع شرح المسمى، لاحظ هو إكمال المعلم، زين، يقول في إكمال المعلم عندما يشرح يقول عن الإمام السجاد عليه السلام، فقال في طويل، قال الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا. هذا الإمام السجاد عليه السلام، أنهم مكرمون طاهرون سلام الله عليهم. وفي كتب الشيعة أعلى الله برهانهم ذكر كتاب الأمالي ومعاني الأخبار، فأنا أنقل لك من جملة من كتب الشيعة، منها كتاب الأمالي. هذا كتاب الأمالي للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يقول في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، والله اليوم إلا أمطركم، يقول في جملة من الأحاديث، أختار هذا الحديث، يقول في جملة من الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي، قاتل الله من قاتل عليا، قاتل الله من قاتل عليا، لعن الله من خالف عليا، لعن الله من خالف عليا، علي إمام الخليقة بعدي، من تقدم على علي فقد تقدم علي، ومن فارقه فقد فارقني، ومن آثر علي فقد آثر علي، أنا سلم لمن سالمه، وحرب لمن حاربهم، وولي لمن والاه، وعدو لمن عاده. وفي كتب الشيعة أعلى الله برهانهم، أعلى الله برهانهم، قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة، قال يا أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عني، فإن الفراق قريب، أنا إمام البرية ووصي خير الخليقة وزوج سيدة نساء هذه الأمة وأبو العترة الطاهرة والأئمة الهادية، أنا أخو رسول الله إلى 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 آخر. كم رواية تريدون أمطركم من كتب الشيعة؟ الآن تريد شيعة ولا سنة؟ تفضل يا حسين. تعطيني مجال، صار لك 5 دقائق تحكي، خليني نص دقيقة تحكي. لا أنت قلت أريد الأدلة. تقول هاي الأدلة، شوفوا اسمعوا، طيب اسمعوا أيها الشيعة كلكم. أثبت خلافة علي من كتبه كتب الشيعة، يعني عجز أن يأتي بآية من كتاب الله عن خلافة علي بن أبي طالب. طيب أصبر، أولا لا تقول عجزة، سألني قل لي إيش الآية التي تستدل بها لخلافة علي، لا تقرر عني. أكثر من مرة أقول لكم لا تقول عجز الشيعي، قل لي إيش الآية التي تثبت فيها إمامة علي. أنت طلبت في البداية، قلت أين ذكر الإمامة،
الإمامة بصورة عامة ذكرت، لكنني أردت أن ألزمك حتى أبين أن النبي فهم القرآن الكريم وأنتم لم تفهموا القرآن. قل لي إيش الآيات، مش الآية، اسمع أنا ماذا أقول، إيش الآيات التي تثبت خلافة أمير المؤمنين؟ وأنا والله العظيم أقسم برب الكعبة سأنطرك بالآيات واحدة واحدة وستعجز أمام الناس. سألني إيش الآيات، تفضل. طيب جيب لي آية محكمة بدون تفسير، مو تفسير الآية يا شيخ وعد، أريد آية محكمة مثل ما الله عز وجل يقول آمنوا بالله. يحتاج آمنوا بالله الرجوع إلى أي يحتاج، هذه مو محكم، أي يحتاج، هذه مو محكم، يحتاج. أي نعم، الله يقول لي آمن بالله. أحسن، الحمد لله. لا 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 لا، هذه آية مش محكمة، هذه آمنوا بالله آية مش محكمة، تقبل؟ يا شيخ وعد أصبر، هذه مرحلة بسك إياها. أنت تقول أن هذه آية محكمة، أنا أقول أنه عندك هذه الآية مو محكمة. يلا تتبارى أنا وياك في هذه الآية. أخواني، هو الذي جاء بالآية ورب الكعبة أتحداه أن يصبر معي في نقاش هذه الآية. يلا آمنوا بالله، تقبل نتناقش فيها؟ ما معنى الآية المحكمة؟ هو الآن هذا حسألك، أنت الآن جيت آمنوا بالله، تقبل نتناقش في هذه على أنها محكمة ولا تهرب؟ شنو معنى آمنوا بالله؟ أحسن، الآن أنت قلت اسمع، آمنوا بالله، هل نؤمن بالله الذي يهرول أو الله الذي لا يهرول؟ لأن عندكم الله يهرول والله ما شي، تقول الله يهرول والله ما يهرول، فبأي إله آمن؟ آمنوا بالله، الله اللي عنده أصابع واللي ما عنده أصابع المنزه، الله اللي يصعد وينزل ولا الأشاعرة اللي ما يقولون هذا القول؟ أؤمنوا بقول البراك الذي كتب هذا الكتاب، الذي قال أن ابن حجر العسقلاني خالف العقيدة في الله، في الله اللي تقول آمنوا فيه؟ هل نؤمن بالله الذي آمن به ابن حجر، ولا نؤمن بالله الذي آمن به عبد الرحمن البراك الذي خالف ابن حجر؟ أي الله منهم؟ تفضل. الله، أنا أقول لك أي الله، الله اللي الله عز وجل القرآن الكريم قال الحمد لله رب العالمين، اللي قالنا آمنوا بالله اللي هو رب. أحسن، الآن سؤالي، أنت قلت الله الذي قال الحمد لله رب العالمين، ابن حجر آمن بهذا القول وحمد الله، لكن حمد الله منزها له، البراك حمد الله مثبتا له الصفات على الحقيقة، فأي الله إذا هي محكمة لماذا خالف ابن حجر عبد الرحمن البراك ابن حجر؟ تفضل شيخ وعد، أنت تريد بالقوة تروح إلى موضوع التجسيم؟ لا لا لا، ما أروح إلى موضوع، أنا أريد أبين أنكم عجزاء أن تأتوا بآية ورب الكعبة، أقسم بالله العظيم ما تستطيع لا أنت ولا مشايخك أن يأتوا بآية واحدة محكمة من القرآن على مبناكم، ورب الكعبة اتفقتم على تفسيرها، هذا القرآن بيني وبينك، أتحداك الآن أن تأتي بآية واحدة أحكمتم فيها التفسير واتفقتم عليه، أتحداك، وبيني وبينك القرآن الكريم، تجد تحكي، تتكلم مع من؟ ما عندكم آية محكمة؟ لحظة، الآن هو يقول نؤمن بالله، هذا كتاب اسمه إثبات الحد. سؤال، أنت آمنت بالله المحدود ولا غير المحدود؟ أنا آمنت بالله عز وجل الغير محدود. طيب الآن صارت مو محكمة، جماعتك الآن كتبوا كتاب أنه الله إثبات الحد لله، وأنت تقول الله من محدود، زين آمنوا بالله، اختلفنا، نؤمن بالرب المحدود ولا الغير محدود؟ شفتوا اخواني، الان هو مؤمن بالله بس ما يعرف الله، زين شلون محكمه؟ كيف هاي تكون محكمه وانت ما تعرف ربك لا انت ولا علمائك؟ يؤمن باي الله؟ لما الان انسان يريد يسلم يقولوا له امن بالله، يقول له اي الله، الله محدود ولا غير محدود؟ اتفقوا انتم، تعالوا لي. الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، حق الشيعة للبيت. وينك يا وعد اللامي؟ حيا الله ابو عبد الملك، حيا الله. صار لي عندي بس سؤال للاخ، اذا
لحظة أبو عبد الملك، بس أبو كريم يسأل سؤال وأنت بعده. حيا الله سيد الحبيب. حيا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا حسين، الحج من أركان الإسلام؟ الحج من أركان الإسلام ممكن طلع لي الحج من الآية اللي قرأتها؟ أركان الإسلام مو أركان الإيمان يا شيخ. أنتوا لحد لا الآية اللي قرأتها في أركان الإيمان وأركان الإسلام. إقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم. وين الحج؟ أوقف أوقف أبو كريم، لحظة لحظة. أنت تقول هاي هم ضربة أخرى حيدرية. أنت تقول أنتم ما تفرقون بين أركان الإسلام وأركان. جيب لي هذا التقسيم من النبي، إنه النبي قال أركان الإسلام هذه وأركان الإيمان هذا. لا هذا هو يستدل بها أركان الإيمان والإسلام مع بعض، بس لا 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 هو يريد يأخذك إلى موضوع آخر إنه أنتم ما تفرقون. يلا أبو كريم ما يفرق وإحنا ما نفرق. أنت سني أخذت من النبي، ائتنا بهذا التفريق من النبي. من أول مخترع لهذه المسميات؟ تفضل شيخ وعد. يعني هسه عجزت أمام الشيعة جيب لي أول مخترع لهذه أنت مو تقول أنتم ما تفرقون. طب أنت فرق بناء على قول النبي. أنا مو عجزت، أنا أريد أبين لك أنه أنتم فارغين ما تملكون آية محكمة. الآن أنا راح أعطيك آية، أعطيك ثلاث آيات على السريع، وأنا أزعم، أنا أزعم وعد اللامي أن هذه الآيات صريحة في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الآية الأولى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذه آية صريحة في أن علي عليه السلام جعله النبي صلى الله عليه وآله بالتفسير العملي أنه نفس النبي صلى الله عليه وآله. ففي مقام الحجة، إذا النبي حجة فعلي حجة. تفضل جاوبني على هاي الآية. أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخ وعاد. يعني أنفسكم يعني قصد نفس النبي صح؟ لا لا، الآن احنا قلنا في مقام الحجة. انت مو قلت تجيب آية تتهرب من الآية، تقول تجيب آية في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الآية النبي محمد صلى الله عليه وآله فسرها عمليا أن عليا هو نفس النبي صلى الله عليه وآله في مقام الحجة. ففي مقام الحجة هو نفس النبي. تفضل. لا تهرب، أنت مقرأ آية؟ إيه. خليك بالآية. تفضل. تفضل. يعني مقصد القصد مالتك إنه أنفس، يعني أنفس نفسه هو نفس النبي صح؟ بلا شك ولا ريب أن عقيدة النبي صلى الله عليه وآله هي عقيدة علي بن أبي طالب عليه السلام، إلا أنه لا نبي بعدي. تفضل. بعث فيكم رسولا من أنفسكم، هذه آية. إيه. بعث فيكم رسولا من أنفسكم معناه من جنسكم، لأنه الغير ادعى أنه هذا ملك فقال له هذا بشر، ولذا قال إنما أنا بشر مثلكم فمن أنفسكم. اثنين، إذا هذه الآية تريد أن تلزمني أن كل البشر هم نفس النبي صلى الله عليه وآله أنا أقبل. شوف الآن أنت ألزمتني أنه كل أمة محمد صلى الله عليه وآله هم نفس النبي، تقبل؟ راح يهرب. يعني هذا على تفسيرك هيك يصير؟ لا 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 لا، أنا مو على، أنا على تفسيري أخذ تفسير النبي، أخذ عليا. أنت الآن جئت بآية لا تهرب منها. شوف أخواني أنا راح أورطئ. أنت الآن قلت من أنفسكم معناه أنه كل الأمة نفس النبي، تقبل ولا ترفض؟ الله أكبر. شنو قصدك نفس النبي؟ الله أنت مو جبت الآية يا ربي. يا أخونا الحبيب أنت الآن جئت لي بآية قلت أنه هاي الآية أضرب وعد اللامي أنه كل أمة محمد من أنفسكم، يعني النبي نفس أمة محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم نفس النبي، ولا ليش جبت الآية حتى تلزمني أن الأمة هي نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقبل بهذا الإلزام؟ يا شيخ وعد، يعني هسه أنا ماكو فرق بيني وبيني وعلي عليه السلام حسب رأيك أنت، لأن نفس هاي الآية جبتها. وين أنا قلت؟ وين أنا قلت؟ وين أنا قلت؟ أنا ما قلت. لا، الآية قبلها النبي، اسمع أنا الآية قبلها نبي محمد صلى الله عليه وآله فسرها لي عمليا أخذ علي بن أبي طالب. أنت جئت بآية
فسر لي إياها أو التزم بلوازمها. شوفوا إخواني، أنا وعد اللامي الشيعي جئت بآية محكمة، النبي أحكمها، النبي كل المفسرين على وجه الأرض قالوا أن نفس النبي شخص واحد أخذه النبي. نساءنا ونساءكم هي فاطمة عليه السلام، أبناءنا وأبناءكم مصداقها الحسن والحسين، أنفسنا مصداقها من؟ علي عليه السلام. هذا دليل الشيعي. الأخ الكريم ماذا قال؟ الأخ الكريم قال أنه أن الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، قال من أنفسكم. فسألت سؤال وينتظر الضربة الجاية، سألت سؤال، هل أنفسكم كل أمة محمد؟ هذا أنت جئت بالآية، فإذا أنت جئت بالآية التزم بلوازمها، التزم بلوازمها التي تريد أن تلزم الشيعة بها، اقبلها وشوف شلون أنا راح أضربك ضربة. تفضل شيخ وعد. هذا السؤال أنا سألته مو أنت، شوف أنت قلت موازين على أساس أنت السؤال، أنا سأل السؤال مو أنت. إيه مو أنت. إيش سؤالك؟ اسأل اسأل إيش سؤالك؟ طيب ما تعطيني مجال، الوقت كله ولا ما كملت مداخلتي إذا ممكن. شوف يا شيخ وعد، سؤالي هو من أين جئت بخلافة لا لا, لا 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 لحظة الآن تنازلت عن أنفسكم. شوف إخواني، هرب سألني سؤال آخر، هرب من الآية اللي انشاف نفسه تورط. هو قال أنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال له إن الله تبارك وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم، هو قال لي هاي الآية، ليش الآن يهرب منها؟ الآن هرب من هذه الآية يريد يسألني سؤال آخر. شفتوا اللف والدوران؟ زين، الآن ترفع الراية البيضة حول الآية من أنفسكم وننتقل إلى سؤال آخر. الراية البيضة مال شنو؟ أنت ارفع الراية البيضة، مو أنت اللي ترفع الراية البيضة. لا شو إشكالك؟ شو إشكالك بالآية من أنفسكم؟ ما هو وجه استدلالك؟ تفضل. وجه استدلالي، أنت أتيت بآية ايه؟ وقلت بأن الإمام علي هو نفس النبي، زين استنساخ مال النبي، شنو دليلك يا شيخ وعاد؟ أنا ما قلت هذا الكلام كذب، أنا قلت إنه النبي صلى الله عليه وآله فسرها عمليا وقال معناه أن عقيدة النبي عقيدة علي بن أبي طالب، إلا أنه لا نبي بعد. هذا اللي قلت، أنا ما قلت استنساخ، تتكذب علي. وقلت إنه النبي هو الذي فسرها عمليا. اضرب اعتقادي بآية، ما هو وجه ضربك لاعتقادي بالآية التي جئت بها؟ تفضل مرة أخرى. أي آية؟ فإن حاجوك. تفضل اقرأها، قرأت. اقرأها أنت، اقرأها تفضل. فإن حاجوك. هي الآية مو أنت جايبها. أنا قرأتها، شنو إشكالك؟ تفضل. شنو دليلك من هذه الآية بأنه الإمام علي هو الخليفة بعد رسول الله؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله، دليلي النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حجة لله تبارك وتعالى على الخلق، وأنه مطاع وطاعته مطلقة، فجعل عليا نفس النبي، فهو حجة على الخلق وطاعته طاعة مطلقة كطاعة النبي. هذا دليل الشيعي، والنبي قد أحكم. اضربني بالآية اللي جئت بها واللي تهرب منها من أنفسكم. تفضل. الله أكبر، والله حق لكم أن ترفعوا رؤوسكم. شفتوا اللف والدوران؟ الشيعي واضح أخواني أيها المشاهدون الكرام، الشيعي واضح أنه النبي جعل عليا نفس النبي. هذا الشيعة والسنة يقولون هذا القول، النبي فسر الآية عمليا. هو الآن ضربني قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم، قال خلق لكم من أنفسكم. تقبل بهذه الآية أن كل أمة محمد نفس النبي؟ الله أكبر يا ربي، ليش يهربون من أدلتهم؟ فضل أبو كريم.
نعم حياك الله حاج وعد. أخونا ممكن تقرأ لي الآية اللي استدلت بها على الحاج وعد أول آية؟ ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه هذه الآية الأولى لا هاي استدلت بها ولا النبيين؟ لا أكو آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. صحيح أكو آيات كثيرة مو آية واحدة. أنت اختار آية واحتج بها، ما من حقك تروح إلى آية ثانية. اختار آية واحدة أختارها يا شيخ. بس اختار آية مشكلة. اسمعني اختار آية واحدة أعطيني رقمها. ما عندي الرقم. آمن الرسول بما أنزل إليه تختارها؟ مو مشكلة. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تختار هاي؟ ما تتراجع؟ لا ما تراجع. إيش بها الآيات؟ يلا كم نبي الله تعالى أنزل على الخلق؟ شلون؟ كم عدد الأنبياء اللي الله تعالى بعثهم إلنا إلى آخر النبي محمد؟ ما تعرف؟ 124 ألف نبي و 313 رسول اتفقت الشيعة والسنة صح؟ الآن هل كل نبي رسول؟ هل كل نبي رسول؟ إيه؟ أو هو كل رسول نبي وليس العكس صح؟ إيه؟ إذن أين 123,687 نبي أنت طلعتهم من الآية؟ تفضل يلا. كيف طلعت من الآية؟ لأن يقول ورسولي ما قالوا أنبيائه إلا تروح إلى آية ثانية. يلا إذا تبقى على آية واحدة ما تقدر إلا تجمع آيات مع بعض يلا تستطيع أن تخرج العقيدة. إذا هاي الآية وملائكته وكتب رسله الرسل هنا اسمعني الرسل هنا بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذا قلت بالمعنى الاصطلاحي أخرجت 123 ألف نبي. إذا قلت بالمعنى اللغوي فيدخل به كل من كان من بعثه برسول أو بإمامة أو بنبوة. يلا لأنه لفظ النبي لم يرد في الآية التي ذكرها صح ولا لا أبو كريم؟ نعم الآية الثانية هي فيها النبي. هذه الآية اللي هي فيها ليس البر أن تولوا قال آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذا استدل بهاي الآية هاي ما فيها آية ما فيها الحج. إذن الحج يخرج. شوف سبحان الله هاي الآية يقول على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم ما فيها حج. إذا أنت تروح لهاي الآية ما تفيدك. إذا تروح لذيك الآية ما تفيدك. أنا أعطيك آية ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. يلا ليش ما قال يوم ندعو كل أناس بنبيهم أو برسولهم؟ تفضل 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 حسين. غلق الخط. يا الله مداخلة حجي في موضوع حسين. حسين بعده موجود؟ لا غلق الخط. خلي رواد اللامي. ايه تفضل يا عبد الملك. اندمر رواد اللامي. انصدم من الدليل والله العظيم. تفضل ابو عبد الملك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظة معاوية خلي الشيخ ابو عبد الملك وانتبه. يا حسين ليش تغلق الخط وتهرب من النقاش؟ الشيخ ابو عبد الملك خليني وياه خليني حسين. ليش الله تعالى ما قال يوم نعد كل ناس النبيين؟ غلق ابو غلق يا رجع ورك يا شيخ ابو عبد الملك. مهم حجي سؤال مهم حج وعد. بارك الله فيك. لا ابو اخونا بس خليك كمل. اتفضل ابو عبد الملك. تفضل يا اول. اولا انا اقول يا وعد اللامي انا صار